اذا بسم الله الرحمن الرحيم غادي نبداو الجوله ديالنا من حدا كاميرا. واحد جوله ليليه مكناس. بسم الله الحسن الثاني. بغينا نتطرقوا لواحد الامر يخص الاناره العموميه اللي في مكناس. هي مشكل كبير بزاف. الشارع نورمالمون الشوارع ديال الحمريه الحسن الثاني على ابن عبد الله محمد الخامس، الاناره ديالهم اللي تصوبات يعني الخمس سنوات الاخيره خاص ضروري تعاد، ماشي تعاد فيها النظر بشكل كلي، ولكن الاعطاب ديال الصيانه ديالها والتغيير ديال المصابيح الليد اللي نورمالمون لا بويسونس ديالهم كتضعف سيتلقى فيها حل، لأنها حديثة العهد، يعني ما فيهاش مشكل ديال الشبكة أكثر ما فيها مشكل ديال داك لا بويسونس ديال دوك البالي. كابو بلا خلاص ضروري وكتخص الصيانة، الصيانة تكون بشكل دوري عندك هي وحتى تطلع بحال غادي لباب بوعماير، لأن شحال من بولا كنتلقاوها مطفية ما فهمناش علاش. هو الفيديو راه غيوضح هذا الامر. هذا شي ناهيك عن اغلب الشوارع والازقه، يعني صار ملحا اخراج المشروع ديال سواء تدبير مفوض ولا شنو غادي يسميوه بالنسبه للاناره، لان الاناره عندها اهميه قصوى ضروري ومؤكد خص يتم حل هذا المشكل ديالها. انا كنلقى شحال من بولا طافيه ما تنفهموش واش هاد الناس اللي مكلفين بالصيانه واش ما كاينينش، واش ما باغيش يخدموا، واش بغينا نعرفوا الاشكاليه فين كاينه. حيت الجماعه دائما تيهضروا على ان الشبكه قدامت وخصها تجدد، ولكن لحد الساعة مازال ما تلونزات حتى شي حاجة اللي تخص تجديد ديال الشبكة ديال الإنارة العمومية في مكناس، ما عدا المشاريع أو المشروع اللي المشاريع اللي عندها علاقة بالتأهيل ديال المحاور الطرقية، يعني الشوارع اللي غيتصوبوا يعني غتصوب معاهم الإنارة، وحنا مازال تنتسناو دخول الشركة المكلفة بالإنارة في شارع فريد الأنصاري، حيت هي الصفقة ديالها مازالت متعثرة. لأن نطالب الجماعة تزير شوية السمطة معنا باش نشوفوا شركة الإنارة في المستوى اللي غادي تشد شارع فريد الأنصاري، وندوزو في القريب العاجل سواء لتدبير مفوض ولا يسنيهم على راضيهم وتكلفلهم هي بتجديد شامل ديال شبكات الاناره العموميه. ما نبقاوش نرقعوا داك الترقاع، راه ما بقاش خدام. حيد شبكه قديمه دير شبكه جديده، هادشي اللي تنعرفو. صحيح ان هذا الامر هذا مكلف، ولكن هذا راه استثمار تيعود بالنفع. اولا تيكون الامن، ثانيا واهم حاجه هو ان داك المستثمر اللي غيجي للمدينه وتلقاها ضاويه ولا التوريست ولا كذا تيعاود يزور المدينه ويعاود يزورها. ولا يعقل ان يبقاو عندنا بعض يعني مصابيح تعود الى العصر الحجري، انا تنسميها العصر الحجري. لا يعقل هذا الامر. هذا بولا كتلقاها ممضويه حتى على راسها. دونك هادو مطالب اللي هي منطقيه و
مطالب مشروعة أبناء العاصمة الإسماعيلية والزوار ديالها. تنتسناو الساحة الهدمية القوات هي يوب منصور وشعلوا البروجيكتورات اللي عاد ركبوهم والبالي ركبوه في الساحة الهدم باش ترجع الحركية الاعتيادية في ساحة الهدم. مشكلة الإنارة حنايا حاولنا أننا نوجه واحد النداء، نداء ديال الفاعلين الجمعويين غيور على مدينة مكناس. كفى من الترقع، نريد مشروعا شاملا. عارف الإكراهات وشحال من حاجة كاينة، ولكن أنا تنقول أن بأن الساكنة كما صبرت سنوات تقدر تصبر، ولكن خصها تشوف بوادر الخدمة، تشوف بأن الإنارة يتم تجديدها بشكل تدريجي. حتى إلا ما كانتش الإمكانية باش نجددوها بشكل كامل، بشكل تدريجي ويجريو شوية، يقلبوا على لي فون عند المؤسسات اللي هي شركة للجماعات الحضرية. راه كاين مجلس الجهة، كاين مجلس الإقليمي، مجلس العمالة، كاين شلا منين يجيو الفلوس. هذا النداء ديالنا نتمنى أنه يوصل. إن شاء الله تعالى في القريب العاجل يا ربي. بغينا ندوزو لحاجه اخرى في التنميه، ما نبقوش نهضروا على البالي محروقين ونهضروا على واش هاد الشارع تهيئ ولا ما تهيئش. بغينا تشجيع الاستثمار عن طريق نوجدوا البنيه التحتيه، نوجدوا كاع الامور اللي خصها توجد باش الناس المستثمرين يزعموا ويتشجعوا ويجيو يستثمروا في المدينه ويخدموا لنا الشباب والحركه تدور وهكذا دواليك. فهذا نداء ديالنا. إذن تنحييكم حدا جمع مليم لينا، تبارك الله عليكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في جولة مقبلة.